Elle reconnaît l'existence de liens juridiques de souveraineté, d'allégeance entre les rois du Maroc et les populations du Sahara. وتعترف هناك بروابط قانونية وروابط بيعة لأنني أفسر في القانون الدولي الإسلامي أن هناك الروابط القانونية وهناك روابط البيع فيمكن مثلا نكونوا محتلين أرض ومستعمرين أرض وبيننا وبينها قانون اللي يفصل بيننا وبينها المعاملات ولكن متى تكونش البيعة ديالها في عنقنا ووقع هذا في تاريخ المغرب أما هنا قالت محكمة العدل قالت هناك روابط قانونية أولا وروابط بيعة بين المملكة المغربية وبين الصحراء وهنا شعبي العزيز إذا تسمح لي كنا كما تقولوا العماديك النوع نتاع النشوه القانونيه لان شويه انا من اهل القانون غادي نتوسع شعبي العزيز في هذا المضمار كان بعض الناس غادي يقولوا المحكمه ما قالتش روابط نتاع السياده طيب اجيب ما هو الفرق فيما يخص حتى القانون الأوروبي بنفسه بين السيادة وبين روابط البيع ولا سيما أن ما نساوش أن المحكمة تنظر في قضية ترجع في روحها وحكمها إلى أوائل القرن الذي نعيش فيه ذلك القرن الذي لم تكن توجد في أوروبا إلا دولتان جمهوريتان وهما فرنسا وسويسرا والما تبقي من إسبانيا إيطاليا ألمانيا أوستروهنغري يوغوسلافيا روسيا بولونيا هولندا بلجيكا النرويج الدنمارك كانت متى تستعمل شيء إداك اللفظ نتاع السيادة بل تستعمل اللفظ نتاع البيعة لليجانس فهنا يمكن نقول حتى الأوروبيين الأساتذة القانون واللي البعض فيهم ماشي قرينا عليهم وما كانوا جالسين تماك ولكن ينتسبوا إليهم من اللي قرينا عليهم أنه باستعمالهم الليجانس دخلوا عليها الفرح أكثر من استعمالهم السيادة